بحث وزير التجارة التركي محمد موش مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير العلاقات التجارية بين البلدين. وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى بارانك يدعو إلى رفع حجم التجارة بين بلاده وطاجكستان إلى مليار دولار. لاستيراد حفاضات الأطفال والمحارم المعطرة من تركيا اتصل الآن. أنطاليا تستعد لاحتضان المعرض الدولي للسياحة يومي 27 و28 أكتوبر الجاري بمشاركة 2000 وكالة سياحية من 20 بلدا. الفترة من يناير إلى سبتمبر تم إجراء 2,118,963 صفقة بيع عقارات في جميع أنحاء البلاد، تم الحصول على 14 مليار ليرة من رسوم صكوك الملكية.